وإن كفرني وإن استحل دمي وإن رفع أمامي سواد البغضاء أحبه أبغضه مسلكه وأحبه هو فيه نور لا إله إلا الله هو منسوب إلى سيدنا محمد بأنه من أمته أيضا أحب غير المسلم المسيحي أنا أحب المسيحي لا أكثر من هذا اليهود أنا أحب اليهود أبغض المحتل باحتلاله هناك الصهيوني الذي يستبيح أرضي وعرضي ومستعد لأن أقاتله وقلبي يحب له الهداية والرجوع إلى الحق لكن لا أنا لا أبغض اليهودي لأنه يهودي هو يبغضني يعلمني الا انه سيكون من اشد الناس عداوه لي والواقع يشهد بذلك لكني احب المسيحيه واليهوديه والبوذي والملحد اكره كفر الكافر ولا اكره الكافر اكره معصيه العاصي ولا اكره العاصي ومستعد أن أعلن هذا وأن أناقش سادة العلماء من الفريق الذي لا يرى صحة ما أقول وأقبل أيديهم وأختلف معهم في ذلك هذا الذي تعلمته من مسلك حبيبي صلى الله عليه وسلم تعظيم فضل الله على الإنسان كرمنا بني آدم تمر جنازة اليهود أمامه فيقف صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها جنازة يهودي فيقول أليست نفسا كما صح عنه ليعلمنا هذا المرتضى طيب ما معنى الدعوة إذا خلت عن المحكة الدعوة إرادة الهداية أليس كذلك هداية العاصي هداية الكافر إلى الإسلام فأنت تريد أن تفهمني أن الدعوة المنطقية الصحيحة المستقيمة روحا وعقلا أن أقول أنا أبغضك وأكرهك في الله وأدعوك للخير تسلم أكرهك تعال اسلم ديني أمرني أن أبغضك وأكرهك وأنصحك تدخل هذا الدين لأمرني أن أكرهك ديني علمني أن أكره الباطل الذي أنت عليه لا أكرهك أنت هذه مفاهيم كانت عند أسلافنا تلقائية هي نتاج تربية لم يكونوا حتى يحتاجون إلى تقريرها في الكتب لأنهم كانوا يعيشونها في حياتهم حتى عندما يرفعون سيوفهم لواجب الجهاد المقدس في القتال أمام العدو المحتل كانت نظرتهم لقتال العدو على أنه اضطرار بسبب الاعتداء أو بسبب حجب حق الناس في الإسلام بأن يسلموا خيارا وهم مع ذلك يتمنون له الهداية للقتل يقف صلى الله عليه وسلم أمام امرأة حملت السيف مع الكفار المعتدين الذين يقاتلون المسلمين وقاتلت فقتلت فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على جثتها بعد انتهاء المعركة وتأثر ظهر الأسف عليه وقال ما كان لهذه أن تقاتل لا تقتل علمنا هذا المعنى علمنا أن الأصل هو إرادة السلامة والنجاة للبشر من القتل وأن القتل حالة اضطرارية لحفظ الحياة بالمعنى الأكبر.